السلام عليكم. اليوم عندنا What are the differences between ف sound and ف sound؟ ما هو الفرق ما بين صوتين الف والف بالنسبة للصوت المرحلة الأولى؟ زين، ما بقول يعني ما هو الفرق وما هي أوجه التشابه ما بين هذه الصوتين. أولا عندنا صوت الف هو voiceless، أما صوت الف فهو voiced. هذا الصوت هو strong قوي، وهذا الصوت هو weak ضعيف. صوت الف هو صوت طويل، وصوت الف هو صوت short قصير. هذا بالنسبة لأوجه التشابه. هنا عندنا أوجه الاختلاف. السؤال مالتها What are the similarities between ف and ف؟ يعني ما هي التشابه؟ طريقة يعني أو العفو مكان النطق. مكان النطق هو labiodental. labiodental يعني تشترك الشفاه والأسنان بالنسبة لصوتين الف والف. هذا labiodental وهذا أيضا labiodental. هذا الصوت يعتبر فريكشن، صوت احتكاكي، وهذا الصوت أيضا يعتبر فريكشن. هذه هي أوجه التشابه. هذه الأسئلة مهمة. ممكن يجيب صيغة أخرى يقول لك فراغ، يعني ف sound is فراغ while ف sound is فراغ. تقول له voiced strong weak وإلى آخره. احتمال يقول لك يعني يتشابه صوت الف بصوت وصوت الف معا بتقول له labiodental friction. ممكن يجي فراغات يعني نفسها تجي فراغات. أو ممكن يجيك سؤال مثل ما أنت تشوف هسه، ممكن يجي صح وخطأ وهو يسأله. هذا الفيديو مهم، أتمنى يعني أنا طبعا راح أدرس كل الأصوات، كل الأصوات راح ندرسهن، كل صوتين ناخذن ونشوف الفرق ما بيناتن، وإن شاء الله يا رب افتهمتون وحفظوهن، جدا مهمات. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.